المكالمة الجميلة دي. يا نجم النجوم الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي كرة، لعيب عميد لاعبي كرة القدم في العالم. يا نجم النجوم. كابتن اسلام، ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك، وطبعا مبروك ليك ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته واللعيبه والجهاز الفني، مجهود كبير طبعا. واعتقد اني يعني اعتقد ده يستحقه النادي الاهلي، اني زي ما انت كنت بتتكلم دلوقتي، هو في حاجات كده، في حاجات بتبقى هي سمات البطل، واعتقد النادي الاهلي يعني بيبتسم بسمات البطل، ومهما كانت الامور حتى ولو بتبقى صعبه في الاول، ولكن هي دي المتعه، انك انت مع الصعوبه دي انك انت تقدر تحقق بطوله. واعتقد كمان ان البطوله دي بالاخص ليها طعم خاص عند جماهير النادي الاهلي، لان يمكن كان في تعصب في الاول، ولكن المواييز زي ما انت قلت بتاعت النادي الاهلي، واني الفرق المتماسه اللي بتعرف تجيب بطوله حتى وفي اصعب الظروف، انا اعتقد يعني دي من مميزات النادي الاهلي. ويمكن بعد ما النادي الاهلي عدى الادوار المجموعات، انا قلت للنادي الاهلي لو وصل الفاينل هيحصل على البطوله، لاني انا اعتقد ان النادي الاهلي متميز بالحصول على البطوله. ف مبروك للجميع، وبطوله اعتقد ان هي فرحت كل جماهير النادي الاهلي، وكنت سعيد جدا جدا بالتواجد. حضرت انت المباراه الاولى اعتقد هنا في الاستاد، مظبوط؟ مظبوط مظبوط، في المباراه القاهره الاولى يعني. كنت مظبوط مظبوط، المباراه الاولى كنت موجود في الاستاد، وخليني من خلال برضه قناه النادي الاهلي اشكر الجميع على الاستقبال والحب اللي انا شفته في الاستاد صراحه، وحتى في يوم مباراه السوبر كمان لما كنت في الامارات. فبصراحه مباراه كانت كبيره جدا، جمهور مسانده غير عاديه والله يا اسلام. يعني انا يمكن كنت موجود في الملعب، في ناس على السلم مش عايز تشوف المباراه حتى، عمالين يسالونا النتيجه، طب الكوره دي الهجمه دي ايه، طب الهجمه دي خلصت، يعني الناس واقفه على السلم مش عايزه تشوف من مساندتها بالزحمة. وحبها. واعتقد ان كان ليهم دور كبير في مسانده اللعيبه، وكمان احساس اللعيبه بالجمهور، لان هو شاف ده في المباراه الاولانيه. واعتقد ان اللعيبه والجهاز الفني قدموا مباراه، كمان مباراه العوده مباراه كبيره جدا 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 تكتيكيا وفنيا، لان يمكن انا قبل المباراه قلت ان لسه كنت المباراه هقول لك، انت على انستجرام كمان كنت من يعني او كتبت ان النادي الاهلي انت احساسك ان هو هيفوز بهذه البطوله، انا فاكر صح او بقول صح؟ صحيح، يمكن كان ليا بعض المداخلات، وقلت ان انت وانت مسافر بتقول انا النادي الاهلي، انا اللي اتعمل لي حساب يعني، فانا اللي كسبان المباراه اللي هنا، انا فنيا افضل، والنادي الاهلي على فكره فنيا افضل من فريق الوداد. صحيح. ويمكن انا قلت ان المباراه دي لازم يتم التعامل معاها نفسيا مش فنيا، لان فنيا النادي الاهلي افضل، وده اللي شفناه على ارض الملعب. مباراه المغرب تقصد هنا؟ الوداد هناك، المغرب يعني، اللي هي المباراه اللي في المغرب. مباراه العوده، مباراه العوده. فلان انت الضغوط اكتر كانت على فريق الوداد، فريق الوداد هو اللي مطالب ان هو صحيح يجيب هدف عشان يرجع للقاء.